الصوني كيما كنت نلعب قادم قبل الفيديو وتلا خاوتي في الفيديو والفيديو خاوتي ما كنتش حاب نديرو ما كنتش راح نديرو ما كنت مفكر باش نديرو، ولكن ما لقيت بزاف في انستغرام بعثوا لي هذا الفيديو قالوا لي لازم تعطينا رايك في هذا الفيديو لازم دير عليه فيديو. هذا خاوتي شخص مغربي ما خلى كلمه على الجزائر، ما خلى كلمه على الشعب الجزائري، ما خلى كلمه على عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، ما خلى كلمه قلت لكم على الشهداء. المهم خاوتي قبل ما تشوفوا الفيديو حط لايك وحط ابوني وبارطاجي في مكان ويلا بينا. المهم خاوتي ندخلوا كما تعرفوا في الموضوع ديالي قبل ما نطول عليكم. كما قلت لكم هذا خاوتي شخص مغربي ما خلاش كلمه على الجزائر، ما خلى كلمه على الشعب الجزائري، ما خلى كلمه على الرئيس عبد المجيد تبون، ما خلى كلمه على شهداء الجزائر، وقال لك حنايا باللي جايبين على الرئيس نتاعهم ونحكوا على رئيسهم ونحكوا في المغرب. المهم خاوتي شوفوا الفيديو وراح نوليكم. بما انه المشكل ديال الذباب الالكتروني الجزائري تعدى جميع الحدود، لازم عليا انني نجاوب واحد الجواب اللي هو صريح. قويتوا الهضره علينا، قويتوا الهضره على التراث ديالنا، قويتوا الهضره على الملك ديالنا، قويتوا الهضره على السياسه ديال المغرب. وانا بغيت نبدا اولا بالملك. خصكم تعرفوا باننا الملك ديالنا كنبغيوه، هذاك شان داخلي، نبوسو يديه، نبوسو ليه كتفو، نسلموا عليه وحنا واقفين بلا ما نبوسو حتى شي حاجه. هذاك شغلنا ديالنا، حنا على الاقل عندنا ملك الله يحفظه، عارفين شكون هو وقتاش تزاد وشنو قرا، متبعين الخطوات ديال حياته من الاول، وعندنا ولي العهد عارفين شكون هو وشنو قرا وكيفاش تربى، وعارفين جدودهم وجدود جدودهم. حنا عندنا ملك حسن الثاني الله يرحمه، قبل ما يتوفى في 99 كان جمع البرلمان المغربي كامل وقال بانه المغرب يتوجه نحو السكته القلبيه، وعندنا الملك الحالي محمد السادس كان عنده خطاب وهضر فيه على المواطنه وقال اين هي الثروه، ومن نهار بدا هو كيحاول يخدم على مشاريع ديال التنميه البشريه. كاين حوايج كينجحوا، كاين حوايج كيتخص فيها اعاده النظر، وهذا حال السياسه في اي بلد في العالم. انتم اخوتنا شنو عندكم؟ عندكم رئيس كيتفلى عليكم دابا في جائحه ديال كورونا كيقول بان عندهم احسن نظام صحي افريقي. باش احسن نظام صحي افريقي؟ كيفاش نتوما الدولة الإفريقية الوحيدة اللي ما عطياش معدل التحليلات بالنسبة لكل مواطن؟ عندكم هذيك لاكاس فورد اوميتر وفي دي سيت وحداخرين خاوية. كيفاش نتوما كتسمحوا لنفسكم عن طريق الوزير الأول تهجموا وتقولوا بأنه الطائرات المغربية تقل الحشيش؟ هادشي وزير قالوا، حنا قنصل كن كيهضر مع مغاربة، أقمتم الدنيا ولم تقعدوها. هادشي محسوب بالتاريخ، هادشي محسوب بالأحداث. تكلموا على الدعارة في المغرب وكتكلموا على السياحة الجنسية عندكم انتم الإمكانيات ديروا السياحة، كاين الخدمة. فين هي 1000 مليار دولار ديال الطفرة ديال البترول؟ فين هما فلوس البترول أصلا؟ فين هما الاستثمارات الأجنبية؟ شحال الترتيب ديالكم في دوين بيزنس؟ شحال الترتيب ديالكم في كل ما يتعلق بليميرجونس اون أفريك؟ عندنا ضعف في الترتيب بعد المؤشرات الدولية، منها مؤشر التنمية البشرية، ولكن حنا كنقولوها وما كنصوروش النتائج، وكنعطيو داكشي هو هذاك، وكنخدموا على التنميه البشريه، وكنقولوا بانه كاين مشكل حقيقي، بلا ما ندخل معاكم في حوايج وحداخرين اللي كيبان فيهم العداء. غاتوي فابور ديدين الاغنيه اللي دار كازاويه، كازاويه رجوله عليك من هنا للقمر، كازاويات او المغربيات بصفه عامه. فالله يرحم لكم الوالدين، عندكم شي مشاكل نتوما بيناتكم حلوها بيناتكم وجمعوا وطويو، تجيو هجمه ارهابيه اطلس اسني قتل لي انت عباد الله ويلقى فيك الحال عاود تسدينا الحدود. لا خويا سمح لنا نخليهم حلولين تدخلونا انتم بالسلاح وتقتلوا في عباد الله، ما كاين حتى شي مشكل. شكون الدوله اللي معديه على الاخرى على حسب الاعراف الدوليه، حنا ولا انتم؟ باش ما بغيتوا شكون اللي مخلي البوليزاريو عنده في بلاده وعطيهم طرف ديال الارض وكيقول لهم اجيو هنا وحنا معاكم؟ شكون اللي عاون البوليزاريو بالسلاح؟ نتوما عندكم نزاعات انفصاليه بزاف ديال المناطق في الجزائر ومنهم لي كابيل، شكون اللي تسوق لهم كاع وشكون اللي هضر عليهم؟ ما عرفتكم سمعتوا شي مغربي كيدوي على داك الشيء؟ القفطان المغربي وما عرفت شنو واصلو عثماني، سيروا قراو التاريخ، راه ويكيبيديا ماشي اللي غتحدد التاريخ ولا غتعاود الكتابه ديالو، وماشي شغلكم لا في ملكنا ولا في شعبنا ولا في المغاربه المقيمين في الخارج ولا في السياحه ديالنا ولا في الصناعه ولا في الاستثمار ولا في اي حاجه، كلها يدخل سوق راسو الا بغى يمشي للجنه. وبلا ما تبقاو تكتبوا لي في لي كومونتير لا يجب ادكاء روح، حنا الجزائريين اللي كيبغيونا كنبغيوهم، اللي غيجي يطعننا من اللور ما عندنا ما نديرو به، راه هادشي اللي كاين. اما اللي مرضي راه مرضي واللي مسخوط راه مسخوط علينا وعليهم.
بعد ما شفتو خاوتي الفيديو، هذا المغربي كما تعرفوا ما خلى كلمة على الجزائر، واقيلا من ديكوطاج قال هيك ولات الشهرة تلاح برك، تلقطها برك في الطريق وتروح تلقى الشهرة، دير فيديو جيب احكم تليفون وصور وسب بلاد وسب داك كاش داك تشهر خلاص. المهم كما قلت لكم خاوتي، هذا المغربي ما حكموا الديكوطاج كما تعرفوا، وشاب تليفون وقعد يحكي على الجزائر وقال لك باللي حنا وحنا وحنا وحنا، ما خلى علينا كلمة، ما خلى على الجزائر كلمة. خاوتي على بالي راح نتلقى انت قاعد يقول لك راني ندير في الفتنة ولا لا. خاوتي هذا الشخص ابدا لا يمثل الشعب المغربي الشقيق، هذا الشخص لا يمثل الشعب المغربي. نعاود مرتين ونعاود ثلاث مرات نعاودها خمس مرات عشر مرات، هذا الشخص يوم الشعب المغربي على بالي راح يقولوا باللي راني ندير في الفتنه ولا لا. خاوتي احنا والشعب المغربي خاوه خاوه ما تفرقناش العداوه. هذا الشخص يمثل نفسه كما قلت لك، هذا الشخص حكم الديكوطاج ما لقاش واش يدير، حكم التليفون وصور فيديو باش يسب الجزائر باش يتشهر من ورا هذاك الفيديو كما تعرفوا. المهم خاوتي ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، حط لايك وحط ابوني وبارطاجي في كل مكان، والسلام عليكم، بيس.